دونك شنو هي هاد لونتالبي ليبر ولاش صالحه؟ غادي نبداو بالديمونستراسيون ديالها من الزيرو. قلنا جي سي تو سامبلومون عندها واحد العلاقه ما بين الاش وما بين الاس. اش موان تي اس هذه حتى هي ا ابروندر بار كور. بحال قلتي سي ان برينسيپ اللي كننتقلوا منه جي ايغال اش موان تي دو اس. الوغ si la température est constante et la pression est constante, donc cela veut dire je n'aurai pas de dérivée la dérivée elle a dit t de g que ça oui t de h moins d dlh dl ts ça le nom adhiak. بحالاش مثلا كتكون عندك واحد لا فونكسيون اف دو اف دو اكس ايغال اكس كاري بلس اكس على بيسونس 3 ياك. الى دخلت الاشتقاق لا ديريفي اف اكس بريم ممكن ندخلو حتى على هادو ياك. سي لو ميم هاد البريم هادي هي دي. دونك كنقول ان دي اف دو اكس هي دي دو اكس او كاري بلس دي دو اكس على لا بويسونس 3 تو سامبلومون. دونك بحال قلتي دخلنا الاشتقاق على هاد ولا مثلا اف دو اكس ايغال جي دو اكس بلس اش دو اكس. دونك الا درنا بريم هادو حتى هما بريم ستادير دي اف ايغال دي جي بلس دي دي دو اش تو سامبلومون. واضح ياك؟ وي. الوغ عندنا تي اي تشين كونستانت شنو غيطرى لتي الا كانت كونستانت؟ ممكن نخرجوها على برا ياك؟ ديجا ثابته بحالاش مثلا في لا ديريفي في المات الا كانت عندي واحد لا فونكسيون اف ايغال 2 اكس على بويسونس 2 بغيت ندير لها الاشتقاق لا ديريفي. دونك اف بريم دو اكس الا لاحظتي دوك الجوج ما كنقربهاش كنخرجها على برا وكنجي كندير هنا تو سامبلومون جوج كيهبط لتحت. دونك كتعطيني جوج 2 اكس على بيسونس 2 موان 1 دونك هي 2 فوا 2 اكس هي 4 اكس. دونك هنا اللي بغيت نوصل هو ان الثابت ديما راه وضعنا الشرط هنا كيخرج على لا ديريفي. سي بون داكور. دونك نقدروا نديروا 2 اكس على بويسونس 2 هي لي بريم جوج خرجناها على برا بحال قلتي جوج دابا هي هاد التي هادي. دونك شنو غنديروا نخرجوها على برا. دونك كتعطينا دي دو اش موان تي دي اس دي اس تري بيان. الوغ دابا نجيو للمرحله الاخيره وهي الى دخلنا الانتيغرال هنا من الواحد للجوج دونك غادي ندخل لانتيغرال على حتى هادي. دونك نفس القاعده الا دخلت لانتيغرال على لي فونكسيون خصني ندخلو على كلشي. دونك غيدخل على هادي من الان لتو وحتى هادي غادي يدخل عليها من الان لتو. شكون هو الانتيغرال ديال دي دو جي؟ جي هو جي جي ا موان جي تري بيان جي 2 موان جي 1 جي 2 موان جي 1 شحال هي؟ دلتا جي تري بيان دلتا جي. دونك دلتا جي ايغال كومبيان؟ égal à delta H. Très bien. Moi. Moi T. Très bien. Delta. T2. Delta oui. Delta S. Très bien. Voilà. Donc, il y a là, c'est d'abord, delta G, mais il y a une limite qu'on l'exercice quand le delta H ou delta S ou A, c'est celui qui veut calculer delta G. يعني خاصك تا بزون دو كالكيلور ياك. نعم انتو محتاجين دلتا اش ومحتاجين دلتا اس فوالا باش كالكيلور فوالا. دونك بحال قلتي هاد دلتا جي جات جمعات لينا دلتا اش مع
delta s. Alors, d'abord, nous avons l'âge لاش صالحه هاد الدلتا جي دابا هي براسيكمون هادي اللي كتستخدم بزاف في الاندستري مثلا في لا فارماسي باش يبغيو يصنعوا واحد الميديكامون خصهم بيان سور كاشيميست خصو يعرف لا رياكسيون اللي خصو يخدم ياك دونك كيبدا كيدير لا رياكسيون على الورقه كيصاوبها بحال مثلا ان رياكسيون شيمي اورغانيك نعطيو مثال بحال مثلا لنفرض واحد الميديكامون قريتو ليستيريفيكاسيون زينب لا لا رياكسيون دي ستيريفيكاسيون ما عمرك شفتيها سي بون ايماجينو واحد الشيميست بغا يصاوب لنا لامونياك هذا مثلا ان اش 3 غاز شنو هما لي زوتي المواد اللي خصو باش يصنع لنا هذا الان اش 3 غاز شنو غيخصو في اللابوراتوار خصو لازوت ولا تري بيان لازوت كيفاش كيكون في لا ناتور غاز تري بيان كيكون سو فورم دو ان دو ياك يعني كيكون الان ملاصق مع الان ما يمكنش الان نلقاوه بوحدو ضروري خصو يكون مرتبط الاش كيفاش كيكون في لا ناتور غاز يعني سو فورم دو كوا واش ممكن نلقاو اش بوحدو اش دو تري بيان لو دي هيدروجين الوغ من بعد ما كيحدد لو شيميست لا رياكسيون نيسيسير خصو شنو يدير ايكيليبري ياك دونك باش كي ايكيليبري تو سامبلومون عندنا جوج ديال لي زازوت هنايا دونك غادي نضربو هنا في دو دونك دو ان حنا في ريغلنا المشكل الازوت بقى لنا الهيدروجين دونك 2 فوا 3 سافا نو دوني 6 دونك شحال خصني نضرب هنا وي ثلاثة تري بيان دابا هو الشيميست عرف شنو خصو خصو لو دي ازوت ياك خصو لي دي هيدروجين شنو غادي يبقى خاصو اخر غادي يبقى خاصو يعرف شحال هي درجة الحرارة اللازمة باش توقع هاد لا رياكسيون داكوغ يعني شحال خصو يشوف هاد لي غاز خصو يعرف ايضا شحال هو الضغط اللازم اتسيتيرا يعني دوك لي بارامتر باش خصو يلعب الوغ هنا راكي عارفة دابا هاد التفاعلات الكيميائية كيضيعوا الطاقة كيكونوا في دي رياكتور اللي هما كبار وكيكونسوميو بزاف ديال الانيرجي فالمصنع الا جا الشيميست مثلا يدير التجربه ديالو راه ديك التجربه كتكلف وقت وكتكلف جهد وكتكلف فلوس فهمتي دونك لي شيميست قالوا اجي ندير واحد الحاجه باش غنعرفوا حنا واش لا رياكسيون بوسيبل ولا ماشي بوسيبل قبل ما ندير انا التجربه ديالي نعرف بعدا واش ممكنه غير على الورقه قبل ما ندوز للواقع قبل ما ندوز نجرب نعرف داكشي اللي غندير واش غيصدق ولا ما غيصدقش فهمتي يعني قالوا راه نديرو دي كالكول هاد لي كالكول هما اللي وصلوهم لاش وصلوهم لهاد الدلتا جي اللي هي لونطالبي ليبر ليبر يعني واش غتوقع واش غيوقع التفاعل بحريه واش غادي يكون ليبر ولا ما غيوقعش فهمتي من هنا ملاش جاتنا هاد ليبر الوغ شنو العلاقه ديال دلتا جي مع الإمكانية ديال حدوث التفاعل الكيميائي أنا نعطي مثال علاش مثلا ناخذ واحد السيد فوالا هاد السيد ما عندوش مع مثلا مع الفيزيك سي بون دونك الا تلاقى مع الفيزيك شنو غادي يعطينا واحد ليكيليبر اللي غيصنع لينا واحد الفيزيسيان ياك سي بون
هاد ليكيليبر ممكن يوقع في التفاعل في المنحى المباشر اللي هو لو سونس ديريكت لو سونس ان، وممكن يوقع في لو سونس انديريكت اللي هو دو. شنو المعنى ديال ان؟ الان معنى ديالو بوسيبل ياك. دو شنو المعنى ديالو؟ امبوسيبل يعني امبوسيبل يعني غيبقى هو بوحدو والفيزيك بوحدها. كيقولك انا ما عمرني نتلاقى مع الفيزيك، ما عمرني نتلاقى مع المات، سي بون. دابا اللي نفرض هاد السيد ما عندوش مع الفيزيك، حنا بغينا نقنعوه، شنو خصنا نقولوا له نورمالمون باش انه مثلا يولي فيزيسيان؟ خصنا نقولوا له ان انك فاش غتولي فيزيسيان راك تنتقل لواحد المرحله. دابا الانسان علاش كيقلب؟ كيقلب على الاستقرار ياك، واضحه؟ اه تري بيان، فوالا. دونك كيقلب على لا ستابيليتي، يكون مرتاح مستقر. دونك خصنا نقنعوه انه فاش غيولي فيزيسيان يكون ستابل، يعني غينتقل من واحد الحاله اللي فيها لانستابيليتي لواحد الحاله اللي فيها لا ستابيليتي. سي بون داكور. بيسكي لي انستابل يعني il va se déplacer d'une énergie E1 à énergie E2. حنا اتفقنا انه في لا ناتور، لا ناتور باريسوس، كتقلب عليها ياش الماء، واش عمرك شتي الماء طالع شاد طلعه ديما كتلقاه هابط. دونك اي حاجه في لونيفير كتقلب على انها تكونسومي اقل طاقه ممكنه. وهادشي علاش حنا دابا جالسين ماشي واقفين، سي بون، لاننا كنقلبوا نمينيميزيو لينيرجي. الوغ باش تكون عندي لا رياكسيون بوسيبل، شنو خص الاو 2 مع الاو 1؟ كيفاش خصهم يكونوا؟ شكون اللي خص يكون كبير، شكون اللي خص يكون صغير؟ الاو 2 صغيره على تري بيان، خص الاو 2 تكون صغيره على الاو 1 ياك. صغيره على الاو 1 وربطيها ليا مع دلتا. دونك كيفاش خص تكون دلتا؟ دلتا او شحال كتساوي؟ كتساوي او 2 موان او 1. تري بيان، او 2 موان او 1. كيفاش خص يكون لو سيني ديالها؟ خص يكون نيجاتيف. تري بيان. اي دونك هنا لي شيميست قال لك باش اي ان اي تفاعل كيميائي يوقع خص لا فارياسيون دينيرجي ديالو تكون نيجاتيف. الا ما كانش نيجاتيف راه ما غيوقعش. وهاد دلتا او هي اللي سميناها جي 1 وهذه هي جي 2، هي لينيرجي ليبر تو سامبلومون، هي دلتا جي. يعني باش توقع لا رياكسيون شيميك خص دلتا جي تكون نيجاتيف. فدونك شنو كيديروا لي شيميست قبل ما يديروا التفاعل الكيميائي باش يصاوبوا ميديكامون ولا برودوي ولا اي حاجه؟ كيحسبوا دلتا جي. الى لقاوها نيجاتيف كيدوزوا التجربه. راه خسر الفلوس، خسر الضو، خسر الماء ايتترا، راه اوتوماتيكمون غتكون واحد لا غونتابيليتي. إلاش إلا لقاو بوزيتيف ما كيصدعوش راسهم. واش فهمتي؟ يعني أي مصنع ما كرهش أنه يلقى واحد الشيميست اللي قبل ما يدير التجربة، قبل ما ينفيستي الفلوس، يقول له أودي هذا البلان هذا واش غيصدق لك ولا ما غيصدقلكش. بحال قلتي لي تي دو بروجي، واش لو بروجي غينجح ولا ما غينجحش؟ فوالا. دونك أنا لي شيميست يعني كالكوليو دو تاجي إلا جا بوزيتيف سافا. ها فوالا، هذا هو، هذا هو البلان. دونك هنا أنت لاحظي، حنا ندير واحد الخلاصة. دلتا جي خصها عندها ثلاثة د الحالات، يا إما تكون نيجاتيف، يا إما تكون نول سي بون، يا إما تكون بوزيتيف. إلا لقينا دلتا جي نيجاتيف، شنو غنقولو في هاد الحالة هادي؟ لا رياكسيون إلي بوسيبل. ونزيدك حالة أخرى، إلي إيغيفيرسيبل سي بون. يعني السيستم، يعني داك السيد اللي قنعناه بالفيزيك ولا قنعناه انه ينتقل من واحد المرحله لواحد المرحله، قنعناه ان المرحله الثانيه غتكون فيها استقرار. يعني ا مع بي باش يتلاقاو ويكونوا اون ليزون، خصهم يفهموا ان هاد المرحله هادي غتسبب لهم لاستابيليتي. لاستابيليتي سولا في دير كو غينتقلوا لواحد جي 2 اللي هي اوتوماتيكمون انفيريور بارابور ا ليطا الاولى اللي كانوا فيها. سي بون. فوالا. دونك كنلقاو واحد لا ترانسفورماسيون ايرفيرسيبل. يعني علاش، علاش دابا هاد الجوج هادو مشاو لهنا وما رجعوش ليطا انيسيال؟ لانهم لقاو الاستقرار ديالهم هنا. يعني يستحيل. سي بون. مثلا شي واحد مشى من لهنا لهنا، من ماروك لبلجيك مثلا
ولقى ظروف المعيشة والصحة والحقوق اتسيتيرا لقاو منه. واش واش ممكن يعاود يرجع لنا؟ مستحيل. كما قال واحد الرابور، قال له والله كما قال واحد الرابور قال لهم يعطيوني فيزا حالف تنمشي ما نجي، تنمشي ما والله نجي. بصح فوالا عرفتي، وقت انا ملي كنمشي للمغرب كنطلبها ما نمرضش، ياك قالت لي مشيت مرض والله، كتقول صافي نقدر نموت جاي قلت لها ان شاء الله مشيت مرض بصح حتى واحد خالتي كانت باغا تجي، وما كانت باغا تجي عندنا قبل كوفيد 19، وملي سمعت واخا مشى زعما وتطلقات الطريق ما خافت، قالت لك فين كنا غنتداوى؟ في المغرب الصيف مع اختي شدتها كورونا وداونا للسونتر ومشيت معاها انا ايه واحد الروينه والسويطار مساخيط ايه عرفنا على الله وصافي. ايه في الاخر قال لنا المفيدة راك الحمد لله ما كتخلصوش، اه قلت لنا ما كنخلصوش الشعب باش انتوما كتخلصوا فلوس من بعض. بصح الله ايوه المغرب زوين ايام. لا لا، الصحة الصحة والتعليم عندك هاد الجوج هادو صراحة واكلين العصا. ايوا المهم الله يدير شي تاويل ديال الخير. ملي يا نفرض رب دابا آمين. تخيلي معايا مثلا، اعطيني شي دولة اللي قريبة لبلجيكا من ناحية المعيشة. وفرنسا فرنسا مثلا، هاي يعني ماشي مشكل نمشي لفرنسا ونجي اتسيتيرا، با دو بروبليم. علاش؟ لان الاستقرار اللي عندي في بلجيك راه هو تقريبا بحاله بحال، يعني الانرجي اللي كتكون عندي في بلجيكا تقريبا هي نفسها الانرجي اللي كتكون عندي في فرنسا، يعني كاينه واحد ليغاليتي، يعني لا ديفيرونسييل غادي يكون توتال اكزاكت، يعني الدلتا او هتكون كتساوي زيرو، يعني الدلتا جي هتكون كتساوي زيرو. دونك لي شيميست اون فوا كيحسبوا دلتا جي ديال واحد لا رياكسيون كيلقاوها كتساوي زيرو، كيستنتجوا كيخرجوا واحد الخلاصه شنو غايقولوا هنا الا كانت الاولى ايريفيرسيبل الجوجه كيفاش هتكون ريفيرسيبل. فوالا، وهاد لا ريفيرسيبيليتي هي اللي كتعني ليكيليبر، داكوغ، التوازن. هي على مثال بسيط مثلا واحد الميزان، دونك عندو ديك ليبرا ديالو، الا كان واحد جوج ديال الاجسام هنايا وهذا عنده كتله ام ان وهذا عنده كتله ام 2، ام ان كتساوي ام 2، يعني غادي يكون الميزان الوسط، ياك تبقى معايا ما غيمشي لا لهنا ولا لهنا. فوالا، دلتا جي كبر من صفر شنو كتعني؟ كتعني ان لا رياكسيون اي دونك انا بوسيبل امبوسيبل. فوالا، وهذه هي ديال شي واحد اون بلجيك مثلا، ياك ويرجع لنا، ياك يرجع للمغرب، امبوسيبل ما يمكنش يوقع هاد التفاعلات. سي بون، كاين والله الا كاين كيمشي. المهم الى لقى هو، يعني سا ديبون دو لا ناتور، الى خاصك فلوس، خاصك تقابل مرة فلوس الساعة. فوالا، دونك كاين اللي كيلقى ولا كاين. فوالا، كاين انا عارف واحد الاستاذ في كندا، كندي نيت، جاي لكازا، جا عايش هو ومراته ووليداته في كازا. علاش؟ لان بحال قلتي دوك النيتيف سبيكرز اللي كينطقوا الناطقين الاصليين باللغه الانجليزيه كيلقاو عندهم واحد القيمه كبيره هنايا في لي سونتر، انه يقري فين ما بغا، وتا السالير ديالهم كيكون طالع بحال قلتي الوزن ديالهم، لانهم مطلوبين. دابا الناس اللي كيبغيو يقراو اللغه كيبغيو يقراوها عند شي واحد اصلي ما كيعرفش، يعني لسانو بيور سبيتش ديالو نيت اوريجين دوريجين كما تيقولوا. دونك هادو كيلقاو الاستقرار ديالهم، لان علاش؟ الفلوس اللي غيصوروا في المغرب اكثر من الفلوس اللي غيصوروهم في كندا، فهمتي؟ صح فوالا. دونك سا ديبون دو لا شي، سا ديبون دو لا ستابيليتي، كل شيء متعلق بالاستقرار. هنا غادي نفهموا بزاف ديال الحوايج، مثلا في الطابلو بيريوديك عقلتي على لي زيليمون اللي جايين في القنص اقصى اليمين شنو كيتسموا؟ الهيليوم، تحت منه لونيون، لارغون. اه، هادو باش كيتميزو ستابيليتي، ها لا ستابيليتي، وهاد لا ستابيليتي ديالهم هي اللي ما كتخليهمش يتفاعلوا. يعني الا حطيتي مثلا الهيليوم مع الهيدروجين يستحيل انه
يكون لك ال h e مع h لانه هذا ستابل، فهمتي؟ ما محتاجش انه يكون يفورمي ان ان ليزون. دونك شو ومثال مضاد، شكون اللي كيخلي العناصر الاخرى يتفاعلوا؟ مثلا شكون اللي كيخلي الان ا يتفاعل مع السائل؟ شنو هو السبب؟ الان ا الي انستابل، وهذا الي انستابل. دونك فاش كاين فاش كيتلاقاو بجوج كينتقلوا لواحد ليطا اللي هي بلو ستابل تو سامبلومون. لاتوميستيك كتخليني نعرف علاش هذا انستابل، مثلا علاش الصوديوم الي انستابل. عمرك سولتي راسك هذا السؤال وعلاش الكلور الي انستابل؟ الصوديوم عنده في لا كونفيغوراسيون ديالو، الصوديوم باغي عنده واحد كونفيغوراسيون الكترونيك، عنده في لا ديرنيغ اها عنده واحد تري بيان، هو باش يوصل للغاز غا خاصو يعطي ها يوصل ل 10. شوف عليك خاصو يعطي باش يوصل. وتا السؤال هو باغي تا هو تري بيان فوالا. دونك كيشيرشيو لا ستابيليتي، اللي عنده بزاف خصو يتصدق باش يرتاح، واللي عنده شويه خصو اللي يعطيه باش يرتاح تو سامبلومون. فوالا هذا هو سي توجور ا لا ريشيرش دو لا ستابيليتي. الوغ هذه هي لونتالبي ليفغ تو سامبلومون، والطريقه باش كتحسبها حنا شفناها سي تين غولاسيون ما بين دلتا اش اي دلتا et delta s. نقدروا نزيدوا هنا دي كونكلوزيون بالنسبه ل... دونك لاحظي معايا لوسكو دلتا جي ايغال ا زيرو، شنو المعنى ديال هادي؟ ان دلتا اش شحال كتساوي؟ الوغ الا كانت دلتا جي كتساوي زيرو انطلاقا من هاد العلاقه، شنو خص دلتا اش مع دلتا اس؟ شنو خص يكونوا كيساويو؟ دلتا اش خصها تكون كتساوي تي دلتا اس، باش نديروا الفرق ديالهم يخرج لنا نيل تو سامبلومون. فوالا دونك بقات لنا بالنسبه للفارياسيون دونتالبي ليبر دون رياكسيون لور دون رياكسيون شيميك، حتى هي نقدروا نحسبوها بديك الطريقه ديال دلتا جي دو فورماسيون ديال لي برودوي ناقص دلتا جي دو فورماسيون ديال غير. عقلت ياك؟ الى قال لك كالكولي لونطالبي لونطالبي ليبر اللي هي دلتا جي لونطالبي ليبر دو رياكسيون، كتسمى دلتا جي ار بحال فوالا لا سوم اها ديال لي دلتا جي دو فورماسيون. تري بيان، دو فورماسيون ديال اش؟ دي برودوي اها ناقص ناقص لا سوم دي دلتا جي دو فورماسيون دي رياكتيف دي رياكتيف. فوالا هادي هي لونطالبي ليبر تو سامبلومون. داكوغ فوالا دونك هذا هو هادي هي لا تيرموشيمي.